من أمن العقاب أساء الأدب. الانفلات الأمني وانتشار الميليشيات وعدم احترام القانون أصبحت من سمات الشارع العراقي منذ الاحتلال وحتى الآن في ظل حكم الميليشيات للبلاد كما يقول العراقيون. في بغداد بأحد شوارع منطقة المنصور، شرطي مرور حاول إيقاف سيارة مخالفة، لكن صاحب السيارة رفض أن يمتثل للشرطي، فقام السائق بمسك الشرطي السير أو شرطي المرور والسير مسرعا حتى أسقطه. دعونا نشاهد. للأسف هذا يحدث في العراق، وللأسف غياب القانون هو الذي طبعا يجعل المنتهكين له يتصرفون بهذا الشكل. نتابع حادث آخر. كاميرا مراقبة رصدت لحظة صدم شخص يسير على طريق من قبل سيارة يبدو أن صاحبها كان متعمدا في منطقة الغزالية ببغداد.